كمل يوما شيط ناصر واحدة من أهم وأكبر الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة، فيها نقص جديد في الخدمات، لكن على ما يبدو إنها على موعد مع موسم انتخابي ساخن. الصراع هنا بدأ مبكرا حتى وصل لحد التهديد بالضرب واستخدام الفيديوهات الفاضحة، بل والقضايا المتبادلة بين أبرز المرشحين عن الدائرة وهما النائب السابق حيدر بغدادي والفنانة الاستعراضية سما المصري. لكن من المؤكد أن من سيكتب الفصل الأخير للأزمة سيكون بالقطع هم أهالي المنطقة. حيدر بغدادي ده كان بينزل للناس الأغنياء بس اللي معهم فلوس، بس الغلابة ما كانش ليهم وقت عنده. حيدر بغدادي احنا شبعنا منه كتير، خلاص كفاية عليه كده. أول نائب كل ما عادش مننا بلا خطيئة، ليه أخطائه وليه مميزاته. سما المصري مش من منطقة، من المنطقة أولى واحد أولى بيها حد ينزل من أهلها، من أهلها. تاريخها أنا هي رقاصة، فهي الرقاصة دي هتمثلني أنا الرجل الشقيان الرجل التعبان المكافح اللي طالع عيني، تمثلني واحدة رقاصة. هتعمل حاجة حتى اللي مش مقتنع بيها، بس هي اكيد ان هي على كفاءه ان هي تعمل. هي لو مش واثقه ان هي مش هتعمل مش هتنزل. حماد بتصفي يا صاحبي، حماد والله بيها لا صاحبي. وتضم الدائره التي تعتبر من اعرق المناطق التاريخيه اقوى الانشطه التجاريه والاقتصاديه، من تجاره الانتيكات والتحف والاقمشه والعطاره وغيرها، لكنها تحتاج للكثير من الخدمات. كثير اسكان وكهرباء ومية وموال وسفلاتة، كتير ناقص خدمات، كتير خدمات كتير. في عندك شباب كتير عاطل معهم شهادات ومش متوظفين. وينافس على مقاعد الفرد بهذه الدائرة 30 مرشحا، مما يزيد من حدة الصراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة. طارق أحمد، هنا العاصمة. سما المصري او سامية الحامية زي ما هي في الفيديو كليب بتاع احمد الشبشب ضاع، هي احدى مرشحات منطقه الجماليه او دائره الجماليه، قدامها مرشحين ومرشحات اخرين، يعني باقي ضيوفنا اتاخروا شويه في الطريق، فهنلتقي بسما المصري او سامية الحامية وندور سوا على الشبشب. سما اهلا بيكي. اهلا بيكي مدام لمي. يعني اولا انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لا انا زعلانه قوي، انا اهلاويه طبعا. انت اهلاويه؟ طبعا انا، ما انت حضرتك اهلاويه فانا زعلانه جدا. فزعلانه بقى حسن الماتش قوي، يعني الكاس والدوري كتير علينا، كتير علينا أوي. معلش، حاسه انك هتكسبي ولا تخسري في الانتخابات؟ والله احيانا بحس كده واحيانا بحس كده، يعني دايما الشعور، حتى الشعور ده بيبقى عند اللي هو المتمرس على الموضوع ده، موضوع الانتخابات، فمحدش يعني انت ما تقدريش تعرفي مود الناس بكره هيبقى ايه والنهارده ايه، مختلف تماما. لما بتنزلي الدايره، بتنزلي الدايره يا سما؟ انا نزلت مره واحده الحقيقه، مره واحده. لان انا لسه مقدمه يوم السبت اللي فات، اللي قبل اللي فات ده يوم 11/9، ولسه الورقه اتقبل، يعني اعلنوا اخر طعن، حتى كان استاذ سمير صبري مقدم عني طعن واترفض امبارح منه. بس لسه في طعن جديد، هو لسه قدم بقى طعن جديد، ده طعن على الطعن، على الطعن. طعن على الطعن. مش قلقانه ان ممكن في اخر لحظه يتم استبعادك؟ هي مساله نصيب، يعني لو تم استبعادي مش هبقى زعلانه، بالعكس يعني انا مبسوطه، عشان الموضوع ده خلاني اغير حاجات كتير في حياتي. يعني بتغيري مؤقت ولا ده تغيير دائم؟ لا الحقيقه انا من قبل الموضوع ده، انا اتضايقت من اغنيه احمد الشبشب ضاع، لان رد ما اغنيه عن معانا. لا ما هو انا اغاني اللي كنت بعملها قبل كده كلها كانت ضد الاخوان، فكانت الناس بتقابلني وتشجعني عليها وبرافو انت ست بميت راجل وكملي وكده. جيت في بتاعه احمد دي هي اللي يعني، لا مش احمد بس، لا 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 إيه؟ طيب. في احمد واحمد وعمر يا فندم، انت عارف احمد يا عمر دي بقى لها قد ايه؟ لا لا في واحده اكثر فظاعه، دق بشويش يا فندم. بقول لحضرتك على حاجه، طب بقول لحضرتك على حاجه، طيب اقول لحضرتك على حاجه، اغنيه احمد يا عمر دي حضرتك بقى لها تقريبا 10 سنين اول حاجه عملتها في حياتي، وكنت داخله بيها فيلم اسمه مجانين نص كم، وكنت لسه جديده خالص، والمنتج والمخرج قال لي هتعمل الاغنيه دي. اي واحده جديده بتعمل كده، تسمع كلام المنتج والمخرج هي أي واحدة جديدة حاجه بتقلع يعني ولا لا؟ انا ما قلعتش خالص يعني. وانت شايفه ان المشهد في احمد الشبشب ضاع ده، انا مش قلعه، انا لابسه جلابيه، انا مش قلعه خالص يعني. يعني هو في مقاييس القلع واللبس؟ لا اصل حضرتك عموما انت شايفه ان انت كنت لابسه في احمد الشبشب ضاع؟ انا لابسه جلابيه. لا والله انا قلت يمكن الاقي يعني هل انت داخله المجلس تدوري على الشبشب ولا داخله المجلس ليه يا سما؟ لا والله لا، احنا نتكلم بقى يعني بصراحه متناهيه، انا ما عملت الاغنيه دي اللي هي الناس مش فاكره لي اي حاجه غير الاغنيه دي. لا ويا بنتي، طب يا جماعه غنوه ثانيه، دق دي ولا يا فندم دي انا هقول لحضرتك، ما انا هقول لحضرتك اغنيه دق دي كان في فيلم اسمه على واحده ونص، في حاجه اسمها، ما انا هقول لحضرتك، طيب
في حاجة اسمها سياق درامي. يعني ايه؟ دي واحدة كانت صحفية واشتغلت رقاصة. يا دي المصيبة السودة. ما هو هم فاكريني رقاصة عشان كده، عشان ده كان أول فيلم بطولة ليا. هي كانت صحفية واشتغلت رقاصة، فهي طالعة أول مرة بتشرب وتسكر لأنها راحة مش عايزة ترقص، هي ظروفها دفعتها لكده. ما أنا فاهم حضرتك، بس ظروفها دفعتها لكده، فهي جايبين، هي مش عارفة بتغني، بتقول لي ده السياق الدرامي اللي هي متوظفة فيه الأغنية. يعني القضية مش يعني أقول لحضرتك على حاجة، كان في أغنية لمحمد سعد برضو وهو سكران في فيلم كان بيقول طز، معنى كده إن هو يقصد كده القضية خالص. القضية مش إنها رقاصة، القضية إيه؟ بترقص إزاي؟ والألفاظ اللي هي بتقولها يا فندم، والكلام يا فندم اللي هي بتقولها. ثواني بس اقول لحضرتك على حاجه، انا الاغاني اللي بتقولها فيها يا فندم سمع. يا فندم انا بقول لحضرتك الحاجات اللي حضرتك بتقولي عليها دي، هي دي الاغاني اللي عملتها، ما عملتش حاجه تاني. وانا بشرح لسيادتك، دق دي كانت في فيلم، كانت سياق درامي عشان هي سكرانه ومش واحمد يا عمر يا فندم، ده بقول لحضرتك بقالها 10 11 سنه. لا ما كل ده، ما ده هو ده تاريخك. يعني انا دلوقتي لما تيجي تقدمي يعني للناس، تقدمي للناس تقولي انا ساميه اللي نازله دايره الجماليه، انا ايه هيقول لك انت احمد يا عمر، انت دق مش عارفه ايه بشويش او بجامد ومش عارفه احمد الشبشب. طيب هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه، زي مثلا عندنا فنانه كانت بتعمل افلام اوفر زمان وجت تابت، هنقول لها لا انت تاريخك كان كده؟ مش معقول يا فندم، مش ممكن كل حاجة نمسك لبعض عليها. أكم من فنانات ودلوقتي بقوا يعملوا أدوار، ده مش كل حاجة، ما هو ده كل حاجة عنك، ده كل حاجة حلو عنك. أنا في حاجة، في حاجات عني معينة، ما أي فنان في حياته بيعمل كويس وبيعمل وحش. وكل الناس في حياتها الفنية في الأول بيبقى فيه تخبط. أنت فنانة وعندي تيجي تقول لا أنا مش رقاصة خالص، أنا غلبت أقول كل ده كل ليه 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 بتقول إن أنت مش على فكرة في رقاصات كويسين يعني 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 كل سهير زكي، سامية جمال، تحية كاريوكا، دينا، انا بكلمك على ناس كل يعني اللي حضرتك بتكلميهم، كل اللي حضرتك بتتكلمي عليهم في عبده، كل اللي حضرتك بتتكلمي عليهم دول بيلبسوا بدله رقص ويطلعوا حفلات او يطلعوا افراح. انا عمري في حياتي وقلت الكلام ده، اللي عنده حفله او فرح انا لابسه فيه بدله رقص يقول لي انا ما بطلعش فرح. ما هي على فكره ممكن تبقى الجلابيه، في عبده كانت بترقص بالجلابيه، الجلابيه هي نوع من انواع يعني انا عضو، بصي حضرتك انا عضو نقابه موسيقيين قبل ما اتشطب بقرار تعسفي من مصطفى كامل. ايوه يا فندم انا اتشطبت، ما ليه اسباب نازله انتخابات ليه؟ نازله كنت مطربه نازله انتخابات ليه؟ عايزه احس ان انا عايزه اعمل حاجه للناس. ايه نقطه يعني التحول في حياتك من احمد الشبشب ضاع لان انا نازله اترشح في الجماليه؟ اولا احمد الشبشب ضاع دي بقى لها تقريبا فوق السنه، دي اول حاجه للناس ماسكاها لي. الدايره ليه ولا نازله اساسا ليه؟ نازله ليه الانتخابات؟ طيب انا كنت حاسه ان انا بقدم اغاني كانت بتاثر في بعض الناس اللي هي كانت ضد الاخوان، ممكن الناس ما تعجبهاش وممكن الناس تعجبها. انا حسيت ان انا حتى الاغاني دي كانت كلها رقص، يعني الاغاني دي كلها حتى اغاني الاخوان اللي هي رابعه وكذا وكذا، بس كانت بتاثر حضرتك في الناس، كان كلها رقص يا فندم. ايوه ما كانت هو مين اللي قال ان حتى الرقص والفن ما بيأثرش فينا؟ ما هو بيأثر فينا، يعني الفن ده مش بيسموه قوه الناعمه وتفر بقى اللي بترقص اللي بتغني الفن بقى. ايوه يا فندم، ما حضرتك لو هتحسبيها رقص، لو حضرتك هتحسبيها رقص، ما هو الرقص ده برضو تابع للفن. انت حضرتك هتقيسيها ان انا رقاصه ولا انا كنت بقدم رقص؟ ما هو ده فن برضو، ما هو الفن بيتضمن ايه؟ مش رقص وغنى وتمثيل ورسم بس، مش الرقص ده عموما يعني ارجعي تاني مش الرقص ده لا الرقص اللي كان بتاع ضد الاخوان ولا الرقص ده، كل ده كان رقص جمهور يا مدام لميس. طيب دي جمهوره برضه نازله انتخابات ليه؟ انا حسيت ان انا كنت بقدم حاجه بتاثر في الناس شويه. طب ما انا عملت حضرتك اغاني زي مثلا اغنيه ضد التحرش، انا حاسه طيب يا سما يا سما، ده هو ده لب التحرش يا ماما، ده هو ده دي انها حضرتك. انا كنت بعمل والله كانت نيتي، وكنت في اغاني يعني في اغاني تحس ان انا كنت فيها طالعه بقى وحول، اغاني طالعة فيها مش عارف بمص قصب، اغاني انا كنت بقدمها بشكل كوميدي. ابو اسماعيل ايوه حلو، لما يسقط من عندي اغنيه اغنيتين، طب ما اي حد في مشواره الفني بيسقط منه حاجات وبينجح حاجات، ده سقوط مختلف، ده سقوط مدوي، بس انا ما كنتش اقصده. انا بدليل ان انا اعتذرت عنه بعد كده، انا ما كنتش اقصد ابدا كده. هقول لحضرتك على حاجه، انا هقول لحضرتك على حاجه. انا دلوقتي لو انا كنت، انا مش كنت قادره ايام الاخوان بدل ما تهدد انا واسرتي بسبب الاغاني بتاعتي، طب هم كانوا بيهددوني ليه؟ عشان كانت بتاثر في بعض الناس. مش كنت قادره ان انا افضل في الفن وفي الرقص زي ما بيقولوا، في الغنى، في الحاجات دي كلها، ايه اللي كان هيدفعني اعمل كده؟ مين اللي كان بيمول لك المحطه دي؟ ما كانتش المحطه فيها تمويل اصلا، حتى الايرادات اللي بناخدها من بره دي بناخدها بناخد الاول شهر وبعدين بنجيب اعلانات او بنجيب برامج مدفوعه الاجر. منين يا سامي؟ ما انا هقول لحضرتك فلوس برضه، ما هي فلوس عشان تطلعي ساتلايت وكده فلوس. لا منين؟ لا 20,000 دولار بنجيبهم من الاعلانات. ايوه بتجيبيهم منين؟ كان في اعلانات بتجيب 20,000 دولار؟ احنا بناخد الاول شهر وما يجيب اعلانات نقوم مغطيين شهر بشهر. ما كنتش شايفه اعلانات يعني بشكل فظيع والا كان كلنا بعينا الحقيقه. الاي في ار كان بيغطي، كان بيجي لي مكالمات كتير. كان بيجي لي مكالمات كتير جدا، ومن الصعيد والاقاليم وده جمهوري اللي موجود والشعبيين.
كان بيجي لي الحمد لله ما شاء الله. يعني حضرتك تسالي شركه الاي في ار كانت عملتي فلوس من المحطه دي؟ بعتيها؟ لا ممكن اقول انها كانت بتغطي تكلفتها بس كنت انا بعملها عشان ابقى يعني متواجده واعمل شغل وكده عليها. طب فلوسك منين دلوقتي؟ الانتخابات نازله هتغطي الحمله الانتخابيه منين؟ انا الحمد لله انا من اسره يعني ميسوره وانا كنت متجوزه راجل ميسور الحال وساب لي فلوس. مين كان جوزك؟ لا رجل اعماله مش معروف يعني برضو ما يعني والله ما معروف. ما انا لو قلت اسمه ما حدش هيعرفه. مش معروف. اه يعني رجل اعمال كان بيشتغل في ايه؟ كان عنده مصانع ازاز الموتيل. واتطلقتي ليه؟ يعني ما فيش ما اتفقناش يعني ولا عشان غير زياده ولا علي. عشان احمد لا ما كنتش لا انا كنت متجوزه يعني كنت متجوزه واحمد وكنت بدور على الشبشب برضه مش معقوله يا سما بس هو كان اسمه احمد برضه هو ده اللي كنت بتدوري معاه على الشبشب. طيب يعني برضه تاني نازله ليه الانتخابات؟ يعني من واحده في الفن بترقص بتغني بتعمل حاجات كويسه بتعمل حاجات وحشه لمجلس الشعب؟ اه انا هقول لحضرتك على حاجه. انا بقول لحضرتك انا كنت حاسه ان انا ما بعمل اغاني بتاثر في الناس وكنت حاسه ان انا بعمل اغنيه مثلا زي اغنيه المتحرش دي انا كنت بطلب فيها ان الست تقدر تدافع عن نفسها لحد لما الشرطه تجيلها باساليب معينه. انا عايزه ادخل مكان مؤثر وتفر مجلس الشعب او غيره يطلع تشريعات وقوانين مثلا طالب بتغليظ عقوبه التحرش بدل ما اعملها في اغنيه. يعني اصل هقول لحضرتك المساله مساله زي ما بيقولوا كده بالبلدي عرض وطلب. انا دلوقتي داخله على ناس يا جماعه انا عايزه اعرف مشاكلكم ايه وعايزه ابدا اتكاتف معاكم ان انا ممكن ما انا ممكن اعمل حاجه مش عاملها واحد بدقن ولا واحد لابس بدله ولا واحده منقبه للاخر. يعني الله اعلم زي ما اتقال في التقرير ان هي ممكن تعمل حاجه ما حدش تاني عملها. بس فهي يعني نيتي ان انا نفسي ادخل اعمل حاجه للناس الشعبيين اللي انا دول منهم. انا فلاحه وبحب قعده الشعبيين وانا الحقيقه لما نزلت منشيه مصر في الزرايب وعند جميع القمامه والحاجات دي انا استقبلوني كويسه وكنت فرحانه قوي. انت منين؟ انت اشمعنى اخترتي الجماليه بالذات؟ هو انا كنت الاول نازله اول ما قدمت في شهر فبراير كنت اسبكيه وعابدين والمسكي. جم اسموها بعد الطعن سموها بقت اسبكيه لوحدها وعابدين والمسكي وباب الشعريه. فانا الحقيقه كان انا كلامك بصراحه انا كان ليا مؤيدين في الاسبكيه ومؤيدين في عابدين. فانا لقيت الاصوات عندي اتفتتت يعني مش عيب ان انا ادور على دايره تانية بعيد عن اصوات اللي اتفتتت. فكانت اقرب دايره ايه الجماليه غير ان انا كنت بروح كتير يعني درس معان وكنت بنزل الحسين كتير. بس انت مش شرقيه اساسا مش كده ولا من... اه طب ما نزلتيش ليه الشرقيه؟ اصلا انا دايره مرسي مركز مرسي وهناك اخوان كتير. ما كانوا بيهددوني زمان حتى منعوني ان انا انزل هناك فتره. النائب في مجلس الشعب له وظائف معينه بالتشريع ورقابه وكده القوانين بقى يعني في القوانين انت ايه كويسه يعني في القوانين ولا لا؟ هقول لحضرتك على حاجه. هو يبقى في لجنه تشريعيه هي هتسن القوانين هي متخصصه قانونيه. طب وانت هتعرضوا علينا مذاكره؟ انا بقول لحضرتك اهو ما هي هتعرضوا علينا. ما انا ليسانس اداب انجلش انا مش جاهله يعني اداب انجلش فانا يعني يعني اكيد هتناقش وهدرس القوانين دي مع الناس يعني حتى مع الزمايل اللي موجودين في المجلس يعني تفيد ولا ما تفيدش تنفع ولا ما تنفعش. بس لازم تذاكري من دلوقتي ده انتوا قدامكم 15 يوم المفروض تعملوا كده. احنا كنا مستنيين لما لانه كل شويه اصل في يعني عمليه تخبط في الانتخابات هتتاجل هتتعمل هتتاجل هتتعمل مش قادره اصدق. ايوه يعني بصي انا مش شايفاكي تحت المجلس يعني معلش يعني انا اقول لك الحقيقه يعني انا مش ضدك وحقك القانوني. انا عارفه والله ان حضرتك بتشجعي الستات وبشجع الستات وعنديش مشكله لكن اي نوع من الستات يا سما يعني طب ما تخملي في الفن يا ماما ما تخليكي. طب وليه ما اغيرش ما احاولش اغير يعني ما يمكن انا بقول لحضرتك ما انا بقول لحضرتك ما يمكن انا لس ما هو حضرتك هي فايده كامل كانت فنانه هي طبعا كانت يعني هتقولي ان انت غيرها انا عارفه والله في ايه انا عارفه ما انا بقول لحضرتك من قبل ما تقولي يا فندم انا بقول مش هي كانت فنانه وانا فنانه بلاش كده بلاش فايده كامل وكده يا فندم مش هي كانت ما هم انتقدوها برضه اول ما جت تدخل. لا معلش فايده كامل حاجه ثانيه يا فندم يعني. انا بكلمك على النقد حضرتك ان هي برضه انتقدوها وبعد كده سموها ام الخليفه. الله اعلم مين الصالح ومين اللي ما ينفعش ما اعرفش يعمل حاجه. فايده كامل يعني ما شفناش كتفها يعني فايده كامل ما يعني في ايه يا سما يا فندم هي بالكتف ما انت حضرتك يعني شفتي يعني اللي يعني. ما انت حضرتك كنت حاضره وياما اتعرضت للطهرات ايام الاخوان وانت شايفه كانت الدقن قد كده مش بالشكل ده ملوش علاقه. فكره انك تنزل تتصدي للعمل العام ده له مواصفات معينه مواصفات معينه بصراحه لا تنطبق عليك يعني طب يمكن لما ادرس طب يمكن لما ادرس واثقل نفسي بالدراسه وانا الحمد لله متعلمه كويس هفهم بسرعه يمكن ابقى احسن من ناس كتير.
طب ايه المشكله؟ مش الناس اللي هتختار في الاول والاخر؟ ايه بس كان لازم يبقى فيه فتره بقى من ده، يعني من عند احمد لحد ده كان يبقى فيه تطور، فنقدر ان احنا نقول ان سما شخصيتها اتغيرت وبتقدر انها انا دليل يعني ان انا شخصيتي اتغيرت ان انا اي نعم لسه ما درستش، بس انا شخصيتي اتغيرت بدليل ان انا من بعد اغنيه احمد من سنه تقريبا ما عملتش حاجه خالص. هل عشان انت يعني ولسه انا مرحله ثانيه كاريرك يعني الفني ما انطلقش بشكل كبير، يعني سبكي ما خدكيش ما عملتيش يعني حاجه فرقعت، فانت قلتي طب ايه يا جماعه الشو فين هلاقيه في بس اقول لحضرتك على حاجه، انا الشو انا الحمد لله مش محتاجه الشو، انا قبل ما اعرض نفسي اصلا على انا معروفه من وانا ايام كنت بعمل اغاني الاخوان على النت قبل ما افتح قناه فلول، قناه فلول وسعت جماهيرتي اي نعم، بس انا الحمد لله مش محتاجه الشو، والشو اللي انا محتاجاه انا برضو ايام الاخوان لما كنت بعمل اغاني الاخوان كان بيقول ان انت بتدوري على الشو، انا مش هدور الشو على حساب حياتي وعلى حساب ان انا كل انت شايف حضرتك من يوم ما رشحت نفسي وانا انتجرات قد ايه وبلاغات وناس عماله تكتب عليا مقالات مش كويسه وناس عماله، طب ليه انا مستفيده ايه من ده كله؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، انا دلوقتي في الفن بعمل اللي انا عايز اعمله ويجي لي فلوس بكام، حتى ما حدش بيسالني من اين لك هذا، انا ساعتها ابقى موظفه هيقعد كل شويه يقول لي من اين لك هذا ويقعد كل شويه اللي هيتحط سبوت على، انت متخيل حضرتك ان انا لو دخلت المجلس مش هتحط 100,000 عين عليا؟ بتعمل ايه وبتتصرف ازاي انا الوحيده اللي هيتعمل عليا كده. ايه اللي خلاكي تقولي انا لما لو دخلت مجلس شعب هعتزل الفن؟ طب تعتزلي ليه اذا كنت بتقدمي فن انت شايفاه محترم؟ لا عشان مش هيبقى فيه وقت، طب ما انا دلوقتي من بقالك يعني بقالي فتره اهو معتزل الفن عشان انا ما عنديش وقت، انا برضو عماله اسال ناس بتعملي ايه يعني؟ عندك إيه بسال مجلس إيه؟ الشعب هيتعمل ولا مش هيتعمل؟ ايه وظايف مجلس الشعب؟ ببدا يعني انا قبل كده كنت بنزل اسبكيه وقبل ما يعلنوا التقسيم ده الاسبكيه وعابدين بسال ناس واقعد مع الناس واشوف مشاكلهم، يعني مش لازم ان انا اقرا في كتب، ما ممكن اخد خبره من الناس قاعدين جنبي بيتكلموا ان شاء الله حتى على المصاطب. لو اتعرض حاجات قوانين كتيره رايك ايه في قانون التظاهر مثلا؟ والله انا قانون التظاهر يعني انا في ناس لازم في 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 معايير محطوطه ان انت تنزل تتظاهر، انت مثلا تجيب موافقه وزاره الداخليه. في ناس مش عاجبها ده وتنزل تعمل مظاهرات كده منها لنفسها، طب ما ده ما ينفعش. رايك ايه في خفض العمله، خفض الجنيه؟ لا ما اعرفش. رايك ايه في تغيير الدستور؟ لا حضرتك انت بتسالني على حاجات برضه، مش دي حاجات يا فندم. هقول لحضرتك على حاجه، ما هو يعني هقول لحضرتك على الشعب ده نعمل ايوه يا فندم. بص يا فندم حضرتك النائب اللي بيدخل مجلس الشعب ده محدش بيقعد يساله جوه انت بتعمل ايه، النائب ده بينزل الشعب حتى قبل حتى ما يدخل مجلس ويشوف مشاكل الدايره بتاعته ايه اللي هي جزء. انت نازل نائب خدمات يعني فكره، اصل النائب ده خدمات وفي تشريع هو تشريع اوريدي هيبقى في ناس قانونيين، ممكن لو هو نائب خدمات في الاول على الاقل ابقى نائب خدمات، انا داخل لازم الناس تحس بوجودي. فانت نازل تعلمي فينا يعني؟ لا ما مش تعلمش، محدش هيدخل يتعلم في حياتي يا مدام. ما هو ده اللي هي الحكايه، انت نازل تعلمي فينا، تجربي بقى ايه الوضع وهنعمل ايه والكلام ده كله. طب يا جماعه ايه، هنطلع فاصل ولا ايه؟ ضيوف جم. طيب مين تاني برضو تاني سالتك جايبه الفلوس مين؟ مين بيصرف على حملتك الانتخابيه؟ فلوسي. طب وانا ما حدش سالني ليه عملت شركه انتاج من زمان ليه؟ من 2009 وانا عندي شركه لا انتاج. لا دي حاجه ودي حاجه، شركه انتاج اعمليها زي ما انت عايزه. ليه؟ ما انا بس لكن ما كنت فلوس الانتخابات دي مهمه جدا نعرف هتكون اكتر من فلوس الانتاج حضرتك؟ ابدا. فلوس الانتاج كتير جدا، وفلوس ال القناه كانت بتجي لي، كنت بعمل مجهود عشان فلوس القناه تجيب لي انكم عشان اقدر اغطيها. لكن كان احيانا في شهر بيعجز كنت بدفعه، يعني ما حدش اشمعنى دلوقتي بتسال فلوس منين وفلوس منين؟ طب ما انا من زمان موجوده، المشكله؟ لأن هل هيسالوا حضرتك انتاجك ده موضوع يخصك، لكن في لكن ان انت تنزلي تترشحي على مجلس الشعب ده موضوع خلاص، انت بقيتي في الراي العام طبعا يعني لازم طبعًا. لازم حضرتك المجتمع يعرف من اين لك هذا. لا اللجنه هي اللي بتعرف، بتحط ميزانيه معينه نصرف منها ما تتعداش الميزانيه دي، وهي ساعتها بتعرف لان احنا فاتحين حساب في البنك. هتعملي بانرز حاجات وكده وحاجات يفط وحاجات انت خدتي رمز ايه؟ السكينه بالسكينه الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. اللي قال الاستاذ سمير صبري مدام لميس دماغها عاليه النهارده. الاستاذ سمير احنا اتغلبنا بقى، استاذ سمير صبري المحامي مساء الخير يا استاذ سمير. يا استاذة لميس واهلا بحضرتك. اهلا بيك. وانت طيبة وانت بالصحة والسلامة. اشكرك. اهلا بيك. انت طعنت يعني تواصل المعركة القضائية، واعتقد ان انت طعنت امام الادارية العليا. يا فندم هو الحكم اصله لما صدر اللي بتقول عليه سما انه الحكم صدر بالرفض، هو الحكم قال في حيثياته ان لم تقدم اي مستندات رسمية او مشاهد تدلل على موضوع الطعن بتاعي. فكده انا حضرت بقى الفيديوهات والشبشب وما الشبشب،
هتقدم الفيديوهات امام المحكمه الاداريه. قولي تاني يا استاذ حضرتك، الفيديوهات والشبشب كمان؟ الايه الفيديو بتاع الشبشب وما اعرفش نفسنا وما يعني الحاجات اللي كانت عاملاها. جبت احمد يا استاذ سمير لقيته ولا ايه؟ كل دول هيتقدموا للمحكمه حضرتك. هيتقدم احلى حاجه لقائها مع توني خليفه لما قال نجيب محفوظ في الادب في الجماليه وسمى المصري في قله الادب. ده اللي قالته. طب استنى استنى يا استاذ سمير، الله يخليك، احسن انت بتقول كلام مهم جدا الله يكرمك. ايه يا سما انت قلتي كده نجيب محفوظ في الادب وسما في قله الادب؟ ده كان من باب الدعابه وانا قاعده امام حتى تحته هربت منها طبعا بهرب. ايوه جه على دماغك ازاي انك تقولي الجمله دي يا فندم؟ يا ما هيتقالت في فيلم يا جماعه، في ايه؟ انا قاعده بتكلم يعني ما هيتقالت في فيلم. انت مش نازله نائبه عن حضرتك ساعتها ما كنتش نازله، انا كنت هو بيتكلم على حاجه بقى لها 3 سنين، هو عمال يدور، اصل استاذ سمير يعني معروف ان هو بتاع بلاغات، فهو عمال يدور على حاجات يعني قديمه. راجل محامي يا فندم، الراجل المحامي اللي حضرتك بتقولي عليه ده راح قدم ضد طعن، حلو؟ هو بيقول طلبت مستندات، هو ما كانش عارف هو رايح ان في مستندات، انت مش راجل قانون؟ كنت عارف وانت رايح ان عشان تقدم ان انا ست زي ما انت قلت سيئه السمعه وانا هحاسبك على الكلام ده وقدمت فيك بلاغ النهارده، لازم تاخد مستندات معاك تثبت الكلام ده وحكم نهائي يا مدام لميس. هو راجل قانون، اساليه فاهم النقطه دي ولا مش فاهمها؟ يعني طيب ايه اتهمني ان انا طيب. هو الكليب هو اللي هيقول للناس نسيت سيئه السمعه ولا لا؟ ما تروح تدور على الكليب يا استاذ سمير، خليك معايا الله يكرمك. ما انا مش عارف اتكلم مع حضرتك يا استاذ. لا يا استاذ اتفضل اتفضل اتفضل. اول حاجه هتتقدم الكليبات كلها. نمره 2 اللي هي بتقول انها قدمت بلاغ ضدي ان انا قلت عليها سيئه السمعه، وانا ما زلت مصر انها سيئه السمعه، واللي قال انها سيئه السمعه وهي تعلم بذلك الحكم الصادر من المحكمه الاداريه عند تقرير المفوضين عند عندما صدر بغلق قناه الفلول، قال الكلام ده في مدونات وحيثيات الحكم انها قناه فاشله تدعو الى الرذيله وتدعو الى الانحراف، اتقال الكلام ده رسميا. طب خليني اقول لك على حاجه ثانيه، خليني اقلب الموضوع شويه بصراحه. هو مش في نواب داخلين المجلس اشي تجار مش عارفه ايه، اشي ناس كانت حراميه، نواب قروض، يعني الحقيقه انه هذا يذكرني فيلم الراقصه والسياسي، انه يعني في سياسيين احيانا بيكونوا أسوأ كثيرا من راقصات. انا ده مش دفاعا عن سامع على فكره، انا بس بقول لك الواقع المرير. انا متفق مع حضرتك في اللي بتقوليه، ولكن احنا دلوقتي محتاجين الى برلمان يكون مشرف لمصر، ناس بتعرف تعالج قضايا مصر وتتكلم. السما اللي قاعده قدام حضرتك لا تعلم شيء عن شيء، ليس لها في العمل السياسي ولا تعرف حاجه في حاجه، واول ما نزلت هانت السيدات بتوع الجماليه قالت انا جايبه رغم السكينه لانهم جهله والسكينه هتفكرهم بنتيه لان السكينه محدش يستغنى عنها. طيب طب استنى بقى اسمع بقى اسمع بقى اسمع بقى هي عايزه ترد اتفضل. اولا الاستاذ بيقول ان طلع حكم ان انا ست سيئه السمعه، تاني هحاسبك على الكلام ده ماشي قوي 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 تحت، تاني هحاسبك عليه دي حاجه. اولا هو بيقول قالت السكينه عشان الستات جهله، قدام استاذ وائل الابراش قلت له طلع الفيديو اللي بقول كده وما قدرش يطلعه. انا قلت الستات رمز السكينه ده الست ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، جهله يعني جهله بالقرايه والكتابه، هو بقى عايز يوظفها وظيفه ثانيه عشان يشتغل عليها، ما هي دي شغلته استاذ سمير. وبعدين احب اساله قدامك لما هو عمال يقول الست دي سيئه السمعه بتعمل كليبات كذا كذا، هو محامي نجله التونسيه بتاع اغنيه الحصان، بقولها لك لتاني مره، بتاعت حقه ولا حقه ما تجيش الا لما نقول لك. ما هو دي اللي اطردت من مصر يا مدام لميس، اطردت من مصر يا مدام، ايوه اطردت عشان سلوكها واغانيها. روح الاول عالج اللي عندك وبعدين ابقى تعالى اتكلم معايا. استاذ سمير ايه الفرق بين لميس؟ من فضلك يا استاذه لميس من فضلك انا بس عايز ارد، سيبك من عالج وما تعالجش، خليه يرد على الجمله عنها. انت زيها بالظبط ونفس طريقتكم في الشغل، وانا لما عملت لها قضيه ما عملتهاش قضيه اداب، وانا لا يمكن هشتغل معاها في قضيه. بس بصراحه يا استاذ سمير ما هي يعني مطروده يا استاذ عشان كلمني برضه. كمل يا استاذه لميس. اتفضل يا استاذ سمير، هو الفرق ايه الفرق بين سما ونجله والحصان يعني؟ نفس الكاتيجوري يعني؟ الاثنين زي بعض. بتدافع عنها ليه؟ الاثنين زي بعض يا استاذ. ايوه بتدافع عنها ليه؟
يا استاذه لميس حضرتك معايا؟ ايوه سامعاك. انت بتدافع عنها ليه يا استاذ سمير؟ انا مش بدافع عنها يا فندم، لان صدر قرار استبعادها من الاراضي المصريه ولجأت لي انها نفسها تخش مصر. استبعدت عشان كليباتها، انت عايز تدخلها مصر عشان تعمل الكليبات دي ومش عايزينها تدخل البرلمان؟ انت عايز دي تدخل مصر بسبب كليباتها؟ الحصان يا راجل، ده انت المفروض تترفع انت راكب الحصان. طب يا استاذ سمير، يا استاذ سمير، انت ايه الخطوه الجايه اللي هتعملها دلوقتي؟ انا مستمر طبعا في طعني، لان منطقه الجماليه لها قواعد واداب واخلاقيات واصول. الجماليه دي خرج منها قمم مصر، الجماليه هي مفصل الاقتصاد المصري، الجماليه هي الازهر الشريف وهي سيدنا الحسين. جماليه ليها كل نفسك الكلام ده، مش تيجي تقول لي انا. طيب انا بشكرك استاذ سمير صبري المحامي. خلونا نشوف يعني بعض الناس في الجماليه، في عميل حمله لا لسما المصري. خلونا نشوف الناس بتقول ايه ونرجع تاني. اي حد عايز سما المصري في الجماليه هو عايز مصلحته هو الشخصيه، مش عايز مصلحه الجماليه. واحنا كشباب الجماليه احنا كل البعد عن سما المصري ورافضين سما المصري باي شكل من الاشكال، ما ينفعش تمثلنا. اوكي فنانة على عيني وعلى راسي، فين الفن الهادف اللي قدمته؟ يعني احنا كان عندنا قبل يعني زمان كان في مطربة اسمها فايدة كامل، دي ترشحت عن دايرة البساتين تقريبا. الست دي عملت انجازات رهيبة جدا، فنانة، دي فنانة ودي فنانة، دي قدمت فن هادف ودي ما قدمتش. احنا كشباب الجمالية رافضينها تماما انها تنزل جوه الجمالية. للأسف في سماسرة انتخابات اشتغلوا على ده حلو جدا في الجمالية وفي منشية ناصر، ابتدت تنزل عن طريقهم لان المصلحة واحدة بالنسبة لهم وبالنسبة لها، فابتدت تنزل عن طريقهم وبقى في كونتاكت بينها وبينهم وقدروا ينزلوها فعلا، بس هي مرفوضة في الشارع. كنا عايزين نعمل تمرد ضد سما المصري في الجمالية ومن شباب الجمالية، بس احنا مش يعني احنا رجعنا في الخطوة دي لسبب، لان احنا لقينا ان احنا كده بنعمل اهتمام للموضوع وبنسير الموضوع زيادة عن اللزوم وهو مش مستاهل ده. احنا الحمد لله شباب الجمالية واهل الجمالية وستات الجمالية ورجالتها عندهم وعي سياسي كافي جدا بالموضوع ده، فمش محتاجين ده. سما المصري ليس لها عائلة بالجمالية، سما المصري ليس ملمة بمشاكل الجمالية. مشاكل الجمالية انا عندي الى اليوم في بعض الشيخات بيوت ما فيهاش مية، سما المصري مش هتعرف ده. عندي لحد النهاردة في بعض الشيخات بيوت قايله للسقوط، محتاجه نائب خدمي يجري معايا نظرا لعدم وجود الان مجالس محليه. سما المصري مش هتجري معايا عند محافظ وعند حي اعرض عليه المشكله. الى الان في بيوت في الجماليه، والكلام ده ما بيتقالش ليه ما اعرفش، ما فيهاش ميه دخلت. سما المصري مش ملمه بذلك. صحيح. يعني دلوقتي يعني هو الاخ قال موضوع مهم جدا، انت ازاي هتروحي افرضي كسبتي، افرضي بقيتي نائبه عن الجماليه، حتى لو كنت نائبه خدمات نازله لازم تروحي تخلصي المصالح بقى، تكلمي وزير. مين اللي هيستقبلك يا سما؟ بصي حضرتك انت عملتي، ما هو زي ما في راي في راي اخر. بس دول فرق، دول فريق حمله لا لسما مصر. ما هو انا ممكن اعمل لا ل عندك نعم لسما مصري؟ لا ما عنديش، ومش محتاجه اعمل نعم لسما مصر يا فندم. اصل اللي بيعمل الحاجات دي بيبقى ضعيف. ليه؟ لان انت عايز تشوف الست دي مدى شعبيتها، سيب الصندوق. امال احنا عملنا قوانين وصناديق ليه؟ طب عشان كده انا طيب. انت ضفتي انا ايه؟ انا ممكن عشان الصندوق. هو الصندوق هو اللي مش عشان الشبشب، عشان الصندوق. انت جاي عشان بس حضرتك اصل ممكن 10 5 15 20 100 الف يعملوا لا، وممكن قدهم يعملوا نعم. احنا مش ماشيين كده، احنا ماشيين بان في صندوق واحد بيطرح نفسه عايزها نعم، مش عايزها لا. خلاص. شعبيتك منين؟ من الكليبات ولا من الرقص؟ بصراحه بصراحه من هز بيقولوا لي لا مش من هز الوسط. امال من ايه؟ انا ما بهزش وسط خالص، انا بهز يا سما يا سما بلاش كده يا ماما، بلاش كده، ما تقوليش اهو دي بتاعت الفيلم يعني بقى. امال هو ده ايه؟ ده طيب هز دي اللي بقول لحضرتك، دي اللي بقول لحضرتك دي من الفيلم. انتوا بتحاسبوني على الاغنيه جوه الفيلم يا اقلب يا عم. لا لا سيبها. هو انا حتى يا مدام لميس، يا مدام لميس، يا مدام لميس، يا مدام لميس، هو انا لما كنت بعمل الحاجات دي كنت بعملها في الدره؟ يعني انا دلوقتي مثلا داخله مجلس الشعب، الناس مش عارفه انا مين. سؤالي شعبيتك منين؟ ما هو من ده. لا شعبي الحاجات دي الناس ما كانتش تعرفها، يمكن الحاجات دي ناس اول مره تشوفها، اللي هي الكليبات الاولانيه ماشي. انا شعبيتي جت من ان الناس بتقابلني الشعبين بيقولوا انت ست ب 100 راجل، انت قدرتي ولو بكلمه
ولو بكلمه في اغنيه قدرت تقف ضد الاخوان في الوقت اللي كان فيه رجاله بشرابات مش قادرين يعملوا حاجه، انا اللي عليا قدرت اعمله. اسرتك أنا... اسرتك كانت بتشوف موضوع الرقص والحاجات دي ازاي؟ عادي، هو انا بعمل حاجه من وراهم؟ ايه المشكله يعني؟ عادي يعني. ايوه عادي طبعا، ايه المشكله؟ وانا حاجه انا حاجه انا ما بتبرش من اللي عملته على فكره، لان انا يا مدام لما اللي عملته هتوقفيه ليه لو دخلتي مجلس الشعب؟ هوقف عشان مش فاضيه، قلت لحضرتك مش هفضى. ايوه لكن لو كان في وقت كان ممكن نعمل كليب كده. لا كليبات الاوفر انا اعتذرت عنها خلاص للناس وقلت سوري. يا مدام لميس انا بلبس التوب اللي يناسبني، في ناس كتير في البلد لابسه توب مش بتاعها. انا توبي بظهر بيه قدام الناس كلها، اذا كنت برقص واغني فده قدام الناس شايفاه، ما يروحوا يشوفوا الناس اللي من ورا بتعمل ايه. اه يعني مثلا الصوره دي ده توبك اهو، يعني صوره حضرتك دي كان هو انا اول واحده البس علم مصر؟ كتير فنانات لبسوه وبعدين احنا واقفه اهو، في ناس اترفع عليهم قضايا حضرتك عشان بيرقصوا بيه، انا ما برقصش هنا، انا واقفه باخد صوره، دي صوره قدام حضرتك اهي. مرام لميس ده عماله اقول انت يعني بتشجعي. طيب بس لازم نقول ايوه يا حاجه، بس بصراحه مستغربه فكره انك تنزلي مجلس شعب دي. ما انا استغربت برضو في الاول. انا استغربت في الاول، ما استغربت ما لقيت ناس بتشجعني وعايزاني، وانا لقيت نفسي ان انا ممكن اعمل حاجه، طب ليه ما اخدش الفرصه يا فندم؟ انا لقيت ناس بتكلمني والله العظيم من بعد حلقه استاذ وائل، ناس بتكلمني من الجماليه ومن انا ما اعرفهمش بيقولوا لنا الثلاث ارباع النواب اللي نازلين في الدايره دي كانوا حزب وطني، وياما وعدوهم وياما خلفوا وما بقوش ينزلوا بعد كده. ومش عايزه اقول لحضرتك قالوا كلام ايه تاني عشان ما بحبش ادخل انا في الحاجات دي. بلاش ندخل في الحاجات دي. طيب احنا دخلنا في كل حاجه، احنا دورنا على الشبشب ودورنا على سؤال بجد سما بليز، يعني في سؤال مهم جدا كان ملح عليا وانا بتفرج على الكليبات النهارده. هو ليه انت ماسكه انت لسه بتتفرجي على الكليبات؟ ما هو انت جايه لي، ما لازم اذاكر يعني، ما شفتهاش كتير قبل كده، بس انت ليه ماسكه الاندر وير؟ بص حضرتك، هو احنا كاتبين في الاول كده ان الاغنيه دي العرض معين لنوع اندر وير معين مثلا، او كده ماركه معينه، او كده ولا ايه؟ مفيش، لا ما عندناش سبونسر، احنا بنقول كنا بنقول ان ده دي اغنيه كنا بنقول ان دي اغنيه تمثيليه يعني سياق درامي. دي واحده ست، هو دي واحده ست ساكنه جنب واحد هي عايزه تتجوزه، حتى بتقول له اتجوزني، عايزه تتجوزه. فهي شايفه تعالوا الاندروير ليه يا حبيبتي؟ ما هي هي شايفه في سياق الدرامي. خلاص يا جماعه شيلوا الصوره، بلاش فضايح بقى، شيل ده اشيك اندر بلاش ده. هي شايفه ان هي بتغريب الحاجات دي، بتغريه عشان يتجوزها بس. هو يعني انا والله لا سابوا كل حاجه ومسكوا في دي. اصل غريب يعني، المشهد برضو غريب شويه يعني، سترينجز غريب وحصل والناس زعلت واعتذرت عنه، بس خلاص ما فيش حد بيعمل حاجه غلط في الدنيا. ما هو استاذ سمير ده انا قلت له انت ما بتغلطش؟ قال لي لا ما بغلطش. قلت له هتحرشوا بيكي في المجلس. في المجلس ولا بره المجلس؟ يعني هتحرشوا بيكي اولا ثم هتحرشوا بيكي في المجلس بعد كده، يعني انا خايفه عليكي. لا والله اهل الجماليه، انا نزلت مره واحده اهل الجماليه والمنشيه، وحياه ربنا بجد، وحياه ربنا نجحت ما نجحتش، ناس جدعان جدا، ولما نزلت ما فيش حد بجد. بتنزلي معاكي بودي جاردات ولا خايفه؟ والله ابدا. وتسالي حضرتك البودي جاردات دول خدتهم مره واحده بس، يوم ما كنت بقدم يوم 11/9 يوم السبت اللي فات، علشان كان في مظاهره بتاعه الخدمه المدنيه. نزلت بس. ايه رايك ايه في قانون الخدمه المدنيه بالمناسبه؟ لا ما احبش اتكلم عن الموضوع، حاجات ما تخصنيش. حاجات ما تخصنيش ازاي يا بنتي؟ انت يعني مرشحه ان تكوني نائبة الامه. بصي يا مدام لميس، انا بقول لحضرتك انا ممكن اقعد اقر لك حاجات قد كده زي ما بيقعدوا يجي عند حضرتك. لا انا بسالك عادي، ما انا بتكلم حضرتك. انا ممكن، لا انا الحاجه اللي ما اعرفهاش اقول ما اعرفهاش حضرتك. في ناس ممكن اجيب اقعد اكر جدول زي ما اللي بيقعدوا لك 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 من القناه دي للقناه دي للقناه دي، ها وبعدين تيجي تدخلهم حاجه خدميه تلاقيهم مش موجودين، زي اللي لبسونا في الاخوان كده، بعد كده عصروا الليمون وبعد كده اختفوا. اخر سؤال قبل ما اخرج، رئيس وزراء والله الجديد. انا مستمتعه جدا والله، وانا عشان في ضيوف تانيين جم بس اتاخروا. رئيس وزراء الجديد اسمه ايه؟ لا ما اعرفش اسمه والله. طب نخرج فاصل. نخرج فاصل وسامية الحاميه معايا، وهينضم لنا بقى ناس تشيل عني شويه. احمد الشبشب ضاع، هو ليه كان بصباعي؟ اشمعنى مش سابوه مثلا او كده؟ يا جماعه ده فقره صعبه قوي. نخرج فاصل.